يا اهلا بكم في حلقه جديده من حان موريان في بلاد الامريكان. وحشتوني كتير. حلقه جديده من حلقات الاسبوعيه اللي شكلها كده هكون حلقات الاسبوعيه بالنسبه لي انا. ومعلش الفتره اللي فاتت دي موريان كانت مشغوله شويه في الشغل, عشان كده مش بتنزل حلقات. الدنيا اعياد والدنيا زحمه شويه عندنا في الشغل, عشان كده العمليه صعبه شويه. بس ان شاء الله على السنه الجديده هتلاقوا اختلاف شويه ان شاء الله. عامة النهاردة حلقة أنا هتكلم فيها طابق شوية عايزكم تفهموني فيه. يعني الطابق اللي أنا أو الموضوع اللي أنا اخترت أن أتكلم فيه النهاردة لي حساسية شوية, أن أنا ممكن أكون بتدخل فيما لا يعنيني يعني. بس أنا شايف مشكلة, ومشكلة إحنا ملموسة بالنسبة لنا كلنا في البلد هنا. فأنا بحاول أنصح لأكتر ولا أقل. الطابق النهاردة هنتكلم عن المصاريف بتاعتنا هنا, ويمكن ده هيبقى مدخل لبعض الحلقات ان شاء الله هعملها تاني, لحلقات تانية معينة يعني برضو في حكاية التوفير. لو اتكلمنا النهاردة عن او بدينا الكلام عن موضوع التوفير, هنبدأ نتكلم عن الانفليشن او التضخم اللي حاصل في امريكا هنا, مش امريكا بس, العالم كله. ويمكن باينة قوي في بلادنا العربية, ويعني مصر أنا مثلا سامع الانفليشن وصل فيها حاجة 20, يعني حاجة 20% ده حاجة كتير قوي قوي, اللي هي زيادة في الأسعار وزيادة في الطلب. ده الانفليشن. طبعا الكساد بيبقى العكس, الكساد بيبقى اللي هو ايه, ان هو الحاجة مرطرطة بس ما فيش فلوس تشتري. فهي العملية ايه, بتبقى عملية طبية, واحنا داخلين على كساد يعني. عمدا اللي حصل الفتره اللي فاتت ان البنك المركزي او الفدرالي هنا زود الفايده. طب ليه زود الفايده مع ان شايفين ان احنا الناس بدات ايه تخف شويه في الشراء؟ طب انا عايز اقول لك ان الانفليشن في شهر اكتوبر كان 7.7, جه في شهر 11 7.1, فنزل شويه يعني اهو في, بس لسه التضخم عالي. ليه بقى؟ لاني في حاجه محدش واخد باله منها, ان احنا في موسم اعياد, موسم اللي هو الشراء. الناس بتشتري هدايا الكريسماس. فانت صعب انك انت تقول لي ان انا الانفليشن لسه 7 بوينت لسه عالي, فانا بعلي الفايده كل شويه بعلي الفايده. تعليه الفايده دي بتاثر على حاجات كتير, على نواحي كتيره, على انك انت مش عايز تشتري بيت, عايز تشتري عربيه, عايز تشتري اي حاجه من الحاجات دي كلها هتزيد. وبالتالي وبالتبعية ان كل الشركات, في شركات كبيرة بتعلن افلاسها لان الناس مش بتشتري. طب هتشتري, طب السيرفيس اللي انا بعمله ده ملهوش لازمة. هتلاقي زي ما انا قلت في حلقة من الحلقات اللي قبل كده, جوجل وامازون وبتاع بدأوا يصرحوا اعمال, لان الضغط اللي كان عندهم زمان مش موجود دلوقتي. حتى مع الاعياد يعني, هو برضو كميه او ضغط الشراء بتاع الاعياد ما كانش زي ما كان زمان. حتى بدانا نشوف والمارت كان منزل 25% من حاجات الكريسماس قبل ما الكريسماس يجي. دلوقتي النهارده انا يعني النهارده بصور يوم 26, يعني روحت الصبح 50% والحاجه مليانه قوي, يعني ممكن تنزل 90% سهوله في خلال كم يوم. انا معلش في الاول نسيت اقول كل سنه وانتم طيبين. انا سامحوني بدي, كل سنه وانتم طيبين للجميع, سواء اللي بيعيد بالكريسماس 25 او بيعيد الكريسماس يوم 7, او سواء اللي ما بيعيدش خالص بالكريسماس بس السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين, كل سنه وانتم طيبين. عامه مش مشكله ايه نوع العيد. ندخل تاني, نرجع تاني. طب ايه اللي هيحصل او ايه اللي بيحصل؟ اعتقادي, وده اعتقاد او توقع, ان الفدرالي هيفضل يعلي الفايده. في مثلا لسه كمان في مقابلتين ليهم تاني في ما بين شهر فبراير وشهر مارس, فاحتمال يعلي لغايه مارس. اللي بيحصل في تعليه الفايده حاجات كتير يعني. تعليه الفايده البورصه بتقع وقع يعني ما اقولكمش. الناس بتبدا تكش شويه في المصاريف,
وده اللي هم اللي عايزينه، عايزين الانفليشن ينزل يعني. لكن اعتقادي ان بعد ان كميه الشراء والبيع بعد ديسمبر ان شاء الله هتهدى شويه، هتهدى كتير، مش هيبقى التركيز كله غير على الاكل والشرب، مش على الهدايا والحاجات دي. حتى الاكل والشرب هتبقى مختصره شويه، لان في زي ما قلنا في لاي اوف كتير، في ناس بتتسرح من شغلها، في في حاجات يعني يعني حاجات مثلا خدمات معينه ما بتبقاش موجوده انيمور، فالناس اللي شغاله في الخدمات دي ما بت يعني بتتسرح. اللي انا عايزه منكم انكم تعملوا كالاتي، انكم بقدر امكانكم ما تصرفوش غير في الفايده، الحاجه اللي انت عايزينها بس. ما دونت جو لايك يعني ما تروحوش وحاجات، ما تروحوش لحاجات انت مش عايزها بس انا عايز اشتريها. مثلا كمثل يعني سبسكريبشنز، يعني مثلا انت عامل عندك نتفليكس، عندك انا ما بعرفش انطقها الثانية اللي هولولو دي ولا هولولو، عندك ديزني بلس، عندك اي اس بي ان، عندك حاجات كتيرة قوي قوي مثلا. ده مثل، مش لازم ده كله يا عم، مش لازم، خليك في حاجة واحدة. حتى لو جبت اللي انا مش عايز اقول الكلمة، لان لو قلت الكلمة اليوتيوب ممكن يمنع لي الفيديو. حاجة تبدأ بالاي والبي وبعد كده كملوها انتوا. لو عايزين تعرفوا ايه هي ابعتوا لي على الخاص وبعد اقول لكم. دي ممكن تشوف عليها العربي، ممكن تشوف عليها حاجات تانية كتير. سيبك من السبسكريبشنز، الحاجات اللي انت متعود تجيب نوع ولا نوعين وثلاثة. مش عايز، انا مش بتدخل في حياة حد، بس بدل ما نوع ولا اثنين وثلاثة اربعة خمسة مثلا فاكهة، اعمل نوعين اللي انت عايزهم بس، او اللي انت اللي هو usually actually اللي هو انت بتاخده. يعني انا مثلا من الصعيد، ايام الشتاء كان الحاجتين الموجودين عندنا اليوستفندي والبرتقال، ما كانش في حاجه تانية خالص في الشتاء، في الوقت الشتاء ده. ممكن كان في القاهره في حاجات، لكن انا بتكلم عن يعني اعمل زي كده في الشتاء، برتقال ويوستفندي خلص لك وموز يلا. في الصيف ان شاء الله هتكون عدينا الموضوع ده. حاول توفر في حاجات معينه، حاجات زياده. بص على الفواتير بتاعتك، في حاجات مش عايزها كبر دماغك منها. بص على فواتيره التامين بتاعك، شوف التامين بيتشارجك على ايه، وممكن تعمل كاستمايز للتامين بتاعك. لو انت عندك سايد رود مثلا، لو عربيتك جديده مش محتاج السايد رود هيلب. بص على اي فاتوره من الفواتير، بص على فاتوره الغاز. فاتوره الغاز دلوقتي عاليه بالنسبه للناس اللي مشغله بالهيت مثلا في البيت. حاول تقننها، حاول تعمل ديل معاهم، لان انت ممكن تعمل ديل معاهم انك انت بتدفع هو ريت معين ثابت لكل السنه، ده هيوفر لك. والكهرباء هكذا، الميه هكذا، كل الفواتير. وانا عملت حلقات كتيره ازاي توفر في الكهرباء والغاز والبتاع، عملت حلقتين تقريبا بتاعت الغاز او بتاعت الكهرباء مش فاكر، هحاول احط ادور لكم على. انتوا ما بتدخلوش جوه بتبصوا على الحلقات القديمه، عشان كده ما حدش عارف المواضيع دي. ما علينا. لو انت موضوع الفايده دي كمان مؤثر جامد جدا على البورصه. البورصة بتقع، يعني عايز اقول لك مثلا سهم من اسهم اللي هو كاسكو مثلا. كاسكو ده نزل مرة واحدة $20 في يوم بسبب سعر زيادة سعر الفايدة. الناس عزفت انها تشتري السهم، لانها عارفين الناس مش هتروح تشتري حتى الاكل والشرب. فاقول لك اي ريتيل ستور هيبقى فيها مشاكل في البيع والشراء والبتاع، لان زيادة سعر الفايدة. بس توقع زي ما قلت على شهر 3 مع الانفليشن انه هيبدا ينزل، هيبدا يثبتوا سعر الفايده، وده في حد ذاته من انجاز يعني. وبعد كده اول ما يثبتوا سعر الفايده هيبدا ممكن جرادولي هيبداوا ينزلوا في سعر الفايده، حاجات بسيطه لما يبقى في ستيبل شويه في الانفليشن يعني. فنشوف نشوف يعني نوفر، نحاول نوفر في الفتره اللي جايه دي، خصوصا ان في ناس بتفقد وظائفها. حاول تثبت نفسك في الوظيفه اللي انت فيها، حاول يعني ما تعملش مشاكل في الوظيفه اللي انت فيها، لان كل واحد دلوقتي ما امسك في وظيفتك اللي انت فيها بايدك وسنانك. مش بقول يعني انك انت يعني
تهلك نفسك او تبهدل نفسك في الشغل. لا، انا بقول بس امسك فيها، حاول حاول بقدر امكانك ما تعملش غلطات، ما تعملش اخطاء، ما تعملش حاجات معينه تخليهم ممكن يمشوك. وان شاء الله ان شاء الله يعني، عندي برضو نصيحه تانية، ان لو انت عايز تشتري في البورصه ده حاول تستنى شويه، تستنى شويه، لان البورصه داون كتير، حمرا كتير على طول، يعني الفتره دي هتبقى احمرار، وزائد لما اول ما يجي الفدرالي يجمع ويعمل اجتماع علشان يزود سعر الفايده، البورصه هتنزل تاني. استنى على شهر 3 كده وشوف، لو ثبتوا سعر الفايده حاول تشتري قبل ما يثبتوا سعر الفايده، لان اول ما تشتري هتشتري بالخساره، الاسهم النازله هتبدا بعد كده في الطالع. زي تسلا، تسلا دلوقتي داون قوي قوي، وكوسكو داون، وكل الشركات، كل الريتيلز داون. حاول لو انت ليك انك عايز تشتري حاجات في البورصه تستنى شويه، لا اكتر ولا اقل. انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده، بس دي برضو انا مش يعني، خد دي كمعلومه او خدها ك حاجه كده، واحد من يوتيوب بيقول لك الكلمه دي، بس ما تاخدهاش ك مش ما تاخدهاش اللي هو ايه، ما بقاش انا مؤثر قرارك، ده قرارك انت. فاهمين ازاي؟ عامة دي حلقتي، كنت شوية كئيب شوية، بس هي الوضع الحالي في البلد بيقول لك كده. طبعا ناس كتير، انت على شوف مصر ومش مصر، انا ما بتكلمش عن بعيد عن امريكا هنا، انا بتكلم في محيط امريكا هنا. الناس اللي عايشة هنا تخلي بالها، والناس اللي جاية جديد تخلي بالها. ده كان كل اللي عندي النهارده. ان شاء الله بعد الحلقه دي، بعد الجزء ده، البارت ده، هحط لكم حلقه قبل الكريسماس، جوله قبل الكريسماس، كان اللي هو ليله الكريسماس كانت المحلات عامله ايه. وهحط لكم برده اللي هو الشوبينج هاك، اللي هو انا متعود على ان انا احط لكم مثلا زي حته موضوع الكحول، الكورونا اللي هو البيره اللي هي من غير كحول. يعني اتعودوا في الحلقات الاسبوعيه ان انا هنوع لكم ان شاء الله. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله ان شاء الله احاول اعمل حلقه تانية قبل نهايه السنه عشان اعيد عليكم فيها، ونطلع فيها انا ومريان. وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم يا رب بالصحه وبالخير وبالبركه، ودمتم في سعاده وسلام. ومن هنا اقول لكم سلام. اهلا بكم في جولتنا النهارده. هنعمل جوله على الكريسماس ايف في المول، مش هقول لكم في الشوبينج سنترز العاديه، رغم ان الشوبينج سنتر العاديه بتبقى تلقائيا زحمه، بس كمول في المول. طبعا انا اخترت اقل مول ممكن يكون ازحم مول، اللي هو مناس مول عندنا جنبنا. ف لا زحمه، لا زحمه، طريقه بشعه كمان. قصب، عصير قصب، هو اللي عايز يشرب عصير قصب دلوقتي في المولات عادي جدا، كل مول هتلاقي العصير القصب ده. الايديا كلها ان في ناس بتستنى لاخر لحظه، وفي ناس بتكون مثلا ناس هديه، ناس بتاع، وفي ناس بتبقى عشان الويكند، امين الكريسماس ايف جاي مع ويكند، بتبقى نازله تخلص الشوبينج، تخلص التبضيع بتاعها. العمليه مش سهله، عملية صعبة جدا انك انت تجو ثرو، او حتى لما تيجي تختار حاجة وتروح تحاسب عليها الكاشيرز بيبقى ايه، زحمة موت. وحوريكم يعني حوريكم بعض الحاجات، حتى التصوير عند السانتا، رغم ان هو يعني مش عارف بيستنى لغاية اخر لحظة ليه، لان هو تصوير السانتا معروفة للناس اللي عايزة تعمل مثلا بيزنس، مش بيزنس، ام سوري، اللي هو المعايدة، يعني عايز تعمل كارت معايدة وتبعته للأحباء وكده. فطبعا مش تستنى لغاية آخر لحظة. هنا اللي عايز تيشيرتات كورة وحاجات كورة، في ليفربول وفي مكسيكو وفي صلاح وفي ميلر ومش عارف ايه، كل دي حاجات بتاعت اللي هو ايه الكورة. فانيوي، فنرجع لموضوعنا. الحاجة الملفتة للنظر هنا في المول ده اللي انا لاحظته، مش في المول ده بس، هو هي از جود بزنس باي ذا واي، يعني از فيري جود بزنس، ان في ناس بتعمل رابنج للراب للجيفت، طبعا بفلوس، مش خدمة كده لوجه الله يعني. ف زحمة يعني، هم انا لاحظت ان هم دلوقتي خفوا شوية، بدري كانوا زحمة.
مش عايز اطول الحلقه كبيره لان في لقطات هوريها لكم هدخلها مع الانترو ده بعد الانترو، ف لان دي الحلقه الاسبوعيه، والحلقه الاسبوعيه عامه ما بحبش اطولها لان بتبقى في حاجات تانية معاها. فشايفين ده اللي هو الجفت الراب، بيعملوا رابين للجفت. طبعا الناس اللي ما بتعرفش تعمل رابينج وبتاع فبيعمل ايه، هما بيساعدوكم تراب. طبعا ده بيج بيزنس بالنسبه للي هو الشخص اللي فاتح الموضوع ده، يعني الله اعلم بكام، بس اهو شايفين. وهنا ميسز لو لاحظتوا يعني انا دخلت هنا من شويه، المشكله الرئيسيه انه كل حاجه ابسايد داون، كل حاجه ابسايد داون، مفيش توضيب مفيش نظافه مفيش بتاع، لاني خلاص الناس بتبقى داخله بشراهه. شايفين كل حاجه في الارض، مفيش حاجه متوضبه مترتبه، الحاجه متلخبطه، حتى مفيش ديسبلايز. شايفين حاجه اخيره هوريها لكم واقفل، يعني بقى هوريكم بعد كده الحاجات التانية اللي صورتها. اللاين على الكاش على التشيك اوت على الكاشير في ميسيز. هنا ميسيز اللي يعرف ميسيز، ميسيز من البراند اللي هو المحلات اللي بتبيع البراندات اغلب البراندات والبراندات الغاليه، رغم انهم دلوقتي عاملين ايدياز كتيره ان هم عشان لما لقوا نفسهم ان مفيش ناس كتير بتشتري، فالعمليه كانت بيقفلوا ستورز وحاجات زي كده، البيزنس مش شغال قوي، فراحوا عملوا حاجه اسمها باكستيج اللي هو ايه السعر اقل بكتير من ميسيز الطبيعي، وبيبيعوا البراندات برضو، بس بتبقى البراندات اللي هي اوف ذا سيزون، يعني اللي هم مش في السيزون بتاعها. بصوا اللاين، اللاين ده على التشيك اوت، شايفين اللاين؟ مش هنا بس في ميسيز، في كل حته لاين على التشيك اوت. ف انجوي ذا هوليداي، هوريكم حاجات تانية وبس. الحاجات التانية طبعا هقول لكم من هنا سلام، لكن الحاجات التانية برضو فيها كلام انا صورتها قبل ده، فانا هدخل الفيديو ده في الفيديو ده. سلام وكل سنة وانتم طيبين. ده الطابور على سانتا في اخر يوم اللي هو الكريسماس ايف، عشان ياخدوا الصورة. الزحمة موت في المول، زحمة رغم انه اخر يوم او الكريسماس ايف لما بيقفلوا بدري. هوريكم افرجكم جوه كان عامل ايه في ميسيز. وده وول مارت في الكريسماس ايف، اوريكم الطابور، طابور ورا. ده وول مارت يا جماعه، احنا مش عارفين نمشي اساسا في ال... مش عارفين نمشي. تعال هنا فيلا فيلا، تعال هنا. ده وول مارت. استنى هوريكم كمان الناس في ال ده شكل وول مارت كريسماس ايف. كل سنه طيبين، بيحتفل كريسماس 25، ما بيحتفلش كريسماس بس بيحتفل بالاجواء، اللي بيحتفل كريسماس يوم 7. كل الناس كل سنه وهي طيبه. انا جاي عشان اجيب حاجه واحده يا جماعه، والله انا مش عايز حاجه تبع الكريسماس. ده الطابور على السيلف تشيك اوت، ده طابور على التشيك سيرف ده طابور لغاية ورا، واحنا مش عارفين نعدي اساسا. طيب بس كده. اهلا بيكم، النهارده في حلقه الشوبينج، او ازاي تعرف تعمل شوبينج كويس، او في او زي ما يسموه شوبينج سمارت. يعني هنتكلم عن الممبرشيب بتاع بي جي. بي جيز عامل خد الممبرشيب بتاعه او اشتري الممبرشيب بتاعه لمده سنه $30، هتاخد $30 ريورد او اورد، يعني حاجات $30، بمعنى انك انت هتشترك ببلاش بمعنى صح. فالعرض ده مكتوب موجود على الموقع بتاعهم bjays.com، يعني تبص عليه اهو، انت اهو شايفين الكلمه هي bjays، تحطوا الكلمه زي ما هي كده .com، سيبك من العلامه اللي فوق دي. وبتشتري هنا، بيقول لك اهو تدخل اونلي ب $30 لمده السنه، بعد كده هيدوا لك
مش عارف هيعملوها ازاي، بس هو award load on your membership card هيديلك $30. بعد كده هيقول لك spend $30 في خلال 30 يوم. فيما معناه انك انت اول ما تعمل جوينينج ليهم ممكن تدخل تخلص $30 دي في لفة واحدة يعني. فانيوي ده اللي هو لو حب فيكم، لو حد فيكم جنبه بي جيز، هو عنده فرايتي كتيرة طبعا، كوستكو لا يعلى عليه، بس بي جيز فيه فرايتيز. احنا عملنا حلقات قبل كده كتير عن المقارنة بين بي جيز وكوستكو. فعامة مش هتخسر حاجة، $30 رجع لك تاني، وهتبقى الممبرشيب موجود معك لمدة سنة. بعد كده انت براحتك، عايز عجبك تكمل مع السنين اللي جاية، مش ما عجبكش بتكنسل الممبرشيب بعد سنة. وده كان كل اللي عندي النهاردة في حالة الاسبوع. اتكلمنا عن الاقتصاد في البلد هنا، اتكلمنا عن الكريسماس ايف، واحنا اتكلمنا النهاردة عن ازاي تسيف في بي جيز. دمتم في صحة وسعادة وسلام وامان، ومن هنا اقول لكم سلام.